السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله في نعم من الله. ربنا يجزيك عنا خير يا رب وإياك. كنت بسأل حضرتك، كان في شغل متقدم لي، او انا متقدم لشغل يعني، ان هو هيبقى تبع شفرات الحلاقه او مكنات الحلاقه او كده. شغل تبع هيبقى اشتغل فيه فن صيانه الماكينات اللي بتجمع وبتعمل شفرات الحلاقه. مش يعني شفرات الحلاقه دي مش تعمل في الخير والشر ولا كلها شر؟ في الخير والشر بيزن. خلاص لا بأس. والمكنه برضو نفس المكنه، نفس الكلام، الشفره وبيعمل المكنه نفس الكلام. نفس الكلام. نتوكل على الله ونقبل ان شاء الله. الله يعينك.